السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من أنا والمسؤول. ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور علاء شمس، مدير الشؤون، وكيل مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، معا لنتحدث حول المشاكل الصحية والمبشرات والإنجازات التي جرت في وزارة الصحة في هذه الفترة القصيرة التي أعقبت ثورة 25 يناير. تعالوا معي نرحب بضيف الكريم دكتور علاء شمس، أهلا بحضرتك. أهلا بك يا دكتور حسين وبالمشاهدين، وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة إن شاء الله للمشاهد. إن شاء الله إن شاء الله. كل همنا يا دكتور علاء إن إحنا نخرج إحنا وسادة المشاهدين مع حضرتك عايزين الأول بريقة الأمل اللي بتحصل، علشان ما نبدأش الحلقة بس بالجوانب السلبية في الحلقة، بريقة الأمل اللي ممكن نبشر بها مواطني القاهرة، باعتبار إن دكتور علاء شمس يعني يعمل بس في محافظة القاهرة، لكن ده مش معناه ان احنا مش هنتكلم عن الوزارة واللي بيحصل في الوزارة بشكل عام، هنعرج عنه يعني ليه ايضا، لكن اسمح لي دكتور علاء نبدأ يعني ما هي المبشرات اللي ممكن حضرتك تقدمها لمواطني القاهرة؟ المبشرات طبعا ان الحمد لله في افتتاح قريب وتطوير لمستشفيات ومراكز صحية، ففي عندنا في القاهرة ان شاء الله 3 مستشفيات من مستشفيات ان شاء الله المواطن يعجب بها جدا، هي مستشفى عين شمس، مستشفى منشئة ناصر، مستشفى دار السلام. نعم. مستشفى عين شمس دي 300 سرير. والمنطقة دي محرومة من المستشفيات من سنين طويلة. أول مرة هيتفتح فيها مستشفى. كان في سبب يا دكتور علاء؟ كان في سبب لحرمان منطقة زي منطقة عين شمس؟ يعني اسمح لي أقول دي منطقة ذات كثافة سكانية عالية، يعني ليه ما عندهاش ولا مستشفى عام ولا حكومي بشكل أوباخر؟ المشكلة إن هي كان فيها مناطق عشوائية كتير، وطبعا ما كانش فيه اهتمام بالمناطق العشوائية زي ما كل الناس كانتش على الخريطة، يعني ما كانتش على الخريطة. نعم. وبدأوا يفكروا فيها، ففعلا مستشفى عين شمس بدأت تتعمل، بس للأسف بقى لها حوالي 5 سنين أو 10 سنين مبنى رغم إنه جاهز لم يفتتح لأسباب وهي. والحمد لله معالي الوزير الجديد دخل بكل قوة والمستشفى هتتفتح يعني خلال شهرين بكتير أو إن شاء الله. نعم إن شاء الله. ده جميل. مستشفى منشئة ناصر خلاص يعني خلال شهر هتتفتح مستشفى منشئة ناصر. ودار السلام برضو، يعني دار السلام دي كانت مستشفى هتبقى أورام بس. نعم. ولكن نظرا ان في مستشفى 57 قريبه منها، فمعالي الوزير قال احنا هنفتح فيها جزء اورام اطفال وجزء لزراعه النخاع، والجزء الثالث هيبقى مستشفى عام. نعم. طيب يعني اسمح لي دكتور علاء يعني اروح بحضرتك برضو، اذا كنا بنتكلم من شويه على المناطق المحرومه والمناطق العشوائيه، يعني ما زال في القاهره الكبرى على 9 طبعا ما زالت هناك مناطق عشوائيه لم تحظى حتى هذه اللحظه بالقدر الكافي من الرعايه الصحيه. مش عايز اقول امثله، لكن خلينا اقول مثال واحد بس، في منطقه في مدينه ناصر اسمها عزبه الهجانه، هي تتبع اداريا حضرتك في القاهره، لكن هؤلاء الناس عن احتكاك شخصي بيهم، الناس دي بتعاني معاناه يعني عشان ينقلوا بس مريض من حصل فيه عنده حاجه لاقرب مستشفى، اقرب مستشفى هي مستشفى الكهرباء وهي لا تتبع الحكومه ولا تتبع اي حاجه. فيعني اذا كنا حضرتك نظرت دلوقتي نظره لمنطقه عين شمس العشوائيه يعني في السابق ما كانش حد بيبص لها، طيب هل احنا عندنا في الوزاره حاليا خطه لتغطيه المناطق العشوائيه دي؟ طبعا في خطط موضوع، يعني بمناسبه الهجانه دي احنا في مركز صحي هناك بقى معد دلوقتي اعداد جيد وبيمد بكل شيء علشان يخدم. انت عارف المريض له 3 انظمه، النظام الاولاني ان هو يروح مراكز صحيه، ده النظام العالمي يعني. نعم. واللي ان شاء الله هيطبق في مصر قريب، بيروح المراكز الصحيه، واللي بيحتاج مستشفى نقله مستشفى عام، يعني مش نظريه انه اللي يكح يروح مستشفى على طول، لا طبعا. وبعد المستشفى عام كمان في حاجه اسمها مستشفى تخصصية. نوعيه او تخصصيه. فهو ده النظام، لان احنا بنرهق المستشفيات بحاجات بدون داعي. يعني مريض عنده انفلونزا، مريض عنده ما ينفعش يروح مستشفى. طيب احنا عايزين نغير ده، يعني انت حضرتك بتتكلم في تغيير نمط حياه المجتمع او فهمه لمساله تقديم الخدمه الصحيه. ده اعتقد الدكتور علاء هيتطلب من الوزاره مجهود غير عادي عشان بس نقنع المواطنين انه مش كل اللي جاله انفلونزا او رشح في مناخيره يجري يروح على المستشفى. يعني ازاي انتوا عندكم خطه توعويه لهذا الشان؟ يعني هو الخطه احنا في خطة عامة وفي خطة يعني محدودة
بدأناها في منشئة ناصر. مستشفى منشئة ناصر دي إن شاء الله أول مستشفى هيطبق فيها نظام الإحالة. يعني إيه نظام الإحالة؟ يعني عندنا المنطقة السكنية بتاعت منشئة ناصر بيسكنها عدد سكان معينين. عدد السكان دولت لهم مراكز صحية في كذا يعني متباعدة، يعني مثلا منشئة ناصر مثلا عندنا مركز اسمه جبرتي، الدويقة القديمة والدويقة الجديد، دولت هيروح لهم المرضى الأول في الكشف الأولي، ولكن دي طبعا هتقابل مقاومة شديدة من الناس. طبعا فاحنا بدأنا من دلوقتي في عندنا حملات تثقيفية وتوعية لمنطقة منشئة ناصر، ان احنا الناس لما هيتعبوا هيروحوا الأول المراكز الصحية اللي قريبة منهم. يعني في ناس هيبقوا قريبين من جبرتي مثلا يروحوا جبرتي، في ناس هيروحوا الدويقة القديمة، في ناس الدويقة الجديدة، واللي هيحتاج تحويل مستشفى هياخد خطاب تحويل من المركز إلى المستشفى اللي هي منشئة ناصر، ما عدا طبعا حالات الطوارئ. حالات الطوارئ تروح مباشرة إلى مستشفى منشئة ناصر. طيب هو احنا هنقدر نقنع الشعب إن أنت وأنت واقف أنا وبنتي أو أنا ومامتي أو بابايا قدام باب المستشفى ومش عايزين يدخلوني، مش هنفضل بقى نشتم في الوزاره وتقول الوزاره؟ احنا قبل الكلام ده احنا بقالنا حوالي شهر احنا عمالين نعمل توعيه في المنطقه دي لان دي اللي هيطبق عليها النظام. عمالين، ويعني كنت اخر مره كنت عامل اجتماع في مركز صحي جبرتي، قلت لهم يا جماعه يا ريت نبتدي ننزل المدارس، ننزل النوادي، نعمل اجتماع لاولياء الامور نفهمهم يعني نظام الاحاله عشان الناس ما تصدمش ان احنا زي ما انت حضرتك بتقول محتاجه تهيئه. طبعا ما لازم. دكتور، احنا يعني لو رحنا لمستشفى منشيه البكري وهي في نطاق الجغرافي لاداره حضرتك، يعني كيف تحدثني عنها؟ عشان احنا عندنا تقرير بيجهز دلوقتي، كيف تحدثني؟ وانا ارى ابتسامه طبعا يعني على وجه حضرتك تشي ولمعان في العينين وكده. طبعا مستشفى منشيه البكري بصراحه من المستشفيات اللي عندنا، يعني مستشفيات قيمه وكويسه وفيها اداره، مش مدير بس. طبعا المدير ربنا يديله الصحه اليوم اتحال على المعاش، ولكن اداره جيده. وطبعا هي بتتحمل كثير لان زي ما حضرتك قلت المنطقه دي يعني حتى بتوع عين شمس كانوا بيجوا منشيه اللي ما لهمش مكان، ما عندهمش مكان تاني. فكان فيه اهتمام قوي بالامكانيات المنشيه البكري، وفي وحده كلى وفي كل حاجه يعني اصلا. ولا عشان وقع في منطقه جغرافيه راقيه حواليها روكسي بقى والمناطق جايز يكون ده احد الاسباب سابقا، انما حاليا لا. يعني حاليا احنا يعني بنحاول نخدم المناطق كلها اللي محرومه من المستشفيات. يعني محرومه حاجه ازاي؟ فيعني يعني هي حتى برضو كان ليها دور في الثوره بالاخص الاحداث الاتحاديه كان لهم بصراحه دور كويس جدا. طبعا احنا هنا اذكر بالخير مستشفى المنيره. مستشفى المنيره دي بصراحه تحملت الكثير والكثير والكثير. لا يعني فعلا شالت كثير جدا. صحيح. وبصراحه يعني لغايه اخر لحظه الناس يعني ما شاء الله، يعني لذلك انا ورئيس حتى حوادث القطارات كمان يعني كانت بتشيل فيها يعني. لا ده يعني كنت عند مدير المستشفى قريب، فكان بيقول لي تخيل مثلا ممكن الاقي حد بيتصل بيا من محافظه تانية يقول انا بعت لك حاله محوله من كتر ما العبء اللي خدته المستشفى. ولكن بصراحه هم واقفين وقفه كويسه جدا. ويعني في مره كده كنت بزور المستشفى في غير اوقات العمل، فكان في مدير طوارئ هناك، فلقيت مدير المستشفى بيقول لي على فكره مدير الطوارئ ده عريس جديد بس عشان الظروف دي جاي يشتغل برضه. يعني لا دي روح جميله دكتور. طبعا روح حيله جدا. لكن انا يعني انا عايز اروح برضه من 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 هذه المستشفى، مستشفى منشيه البكري. يعني قبل ما اروح مع حضرتك ونتناقش ليه مستشفى البكري بالشكل ده وليه غيرها مش بالشكل ده، خليني اروح مع حضرتك نشوف التقرير مع الساده المشاهدين ونرجع. انتظرونا مع هذا التقرير، سنرجع مرة أخرى. أنا والمسؤول هقول كل اللي جواي، حالة حوار بيني وبين مسؤول، جولت من الماضي عنها كلامي طول، والسياسة سابقة الجرس والدنيا واخدانا، وانا والمسؤول هقول كل اللي جوايا.
تقريبا مفضيين 25% من المستشفى، من اسره المستشفى، استعدادا للاحداث الطارئه، الى جانب ان احنا موفرين 5 ترولي طوارئ لنقل المرضى من الاستقبال الى الاقسام الداخليه والعمليات. طورنا اسم العمليات ووفرنا جميع المستلزمات والادويه والالات الجراحيه والتعقيم. كوننا فريق كامل للطوارئ من مختلف التخصصات على مدار ال 24 ساعة تحسبا لأي حدث ممكن يحصل في الاتحادية أو تم نقل أي مرضى من أي مستشفى تاني. هي المشاكل ديت أنا ما بقولهاش بصفة شخصية مني أنا، أنا بعمل استبيان شهري لجميع العاملين في المستشفى وبلخص الاحتياجات بتاعتنا ديت، بنحولها إلى نوع من الخطة، خطة استراتيجية، وعلى رأسهم طبعا المشاكل ديت اللي بتقابلنا اللي هي المشاكل الأمن والمشاكل الخاصة بتطبيق الكادر واحتياجات العاملين في المستشفى. عندي في كانت حاجات ضرورية عندي، مثلا الأسانسيرات عندي، المصاعد الكهربية كانت فيها مشاكل. أهم مطالب عندنا احنا محتاجينها فعلا توفير الأمن في المستشفى، واحنا الحمد لله دلوقتي حاليا موجود عندنا نقطه شرطيه موجوده في المستشفى. تم التعاقد مع شركه امن في المستشفى، الى جانب ان انا عندي اصلا في موظفين عندي في الامن. الف سلامه عليك. انت عندك ايه يا عم الحاج النهارده؟ عندي عضله القلب 23. عضله القلب تعبانه شويه؟ تعبانه مش شويه، كتير 23. الحمد لله كويس دلوقتي. الحمد لله. انت دخلت عندنا امتى؟ انا باجي هنا من 2004. ان شاء الله. بتراجع دايما في البكري؟ على طول على طول. ايه رايك بامانه في المعامله بتاعتنا والمستشفى بامانه؟ والله من غير يعني كلام مش لازمه، انا اساسا ما بشكشفش بره وما برتاحش الا على رجل المستشفى. الحمد لله. هل انت بتحب مستشفيتنا البكري يعني؟ انا اساسا اتمنى كشف عند الدكتور خصوصي بره من يومين وبرضه جيت المستشفى. الف سلامه. مش مجامله والله. والله احنا في ظل الظروف اللي احنا فيها دي والمرحلة الانتقالية بعد الثورة، انا بناشد جميع الناس اللي هم بيخشوا المستشفيات الحكومية انهم يتعاملوا مع الاطباء كأنهم اهليهم، واحنا بقدر الامكان يعني بنبذل جهد فوق المستطاع لان دول اخواتنا واهلينا وولادنا. ما بنشتغلش حاجات ادارية بس، لا بنشتغل حاجات ادارية وحاجات فنية وبنشارك في جميع الأعمال، مفيش حد بيتقاعس. والدكاترة النبطشيين وقت ما بنلاقي الأحداث بدأت تيجي أو مصابي من مصابين الثورة، كل الناس بتيجي من البيوت علشان تشارك بأمانة يعني. ودي حصلت في البكري هنا وعملنا فيها مجهود، الناس كلها عرفت قد إيه الناس دي مخلصة لعملها، ولقينا برضك من الجماهير ناس جت وأدت خدمات جميلة جدا وجابت تبرعات عينية يعني، بيساعدونا من بره بحاجات وأجهزة، محاليل مثلا أو كانيولات أو مساعد، هم اللي بيعرضوا مع أن الحاجات دي بتوفر عندنا، وعندنا حاجات الطوارئ موفرينها لمدة 3 شهور قدام كمان. بالنسبة للتمريض والأطباء بدأنا نوفر بعض الغرف بحيث أنه لو يقعد 12 ساعة أو 24 ساعة يبقى في مكان ممكن يريح فيه أو يأكل فيه لقمة كويسة. العمال في نقص في العمالة فعلا، وبنحاول إن احنا نقول يا جماعة عينونا العمالة الموسمية القديمة والعمالة الموسمية الجديدة اللي هتيجي واللي احنا بنطالب بيها، لأن الناس بتطلع معاشات. أنا والمسؤول هقول كل اللي جواي، حالة حوار بيني وبين مسؤول، جولت من الماضي عنها كلامي طول. والسياسة سبق الجرس والدنيا واخدانا، وانا والمسؤول هقول كل اللي جواي. مشاهدينا عدنا اليكم مجددا. يبدو ان عنصر الامن الذي يلقي بظلاله على مصرنا الحبيبة كلها لم تسلم منه مستشفى منشيت البكري، كما لم تسلم منه مدينة الإنتاج الإعلامي. كل الإعلاميين الذين يعملون في مدينة الإنتاج الإعلامي هذه الليلة تعرضوا لاستيقاف من أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. لا أدري
لماذا وعلى خلفية ماذا كان هذا الاستيقاف؟ لكني شخصيا تعرضت لهذا الاستيقاف وأوشكت سيارتي على أن تتحطم. يعني نداء، طبعا أنا بستأذن ضيفي الكريم دكتور علاء شمس، يعني الموضوع خرج عن السياق، لكن بما أن احنا نتكلم على الأمن كمان شوية فيما يخص مستشفيات القاهرة، ربما يكون نداء موجه للرجل الفاضل الذي نجله ونحترمه الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. يعني إذا كنت توافق على ما يحدث الآن أمام مدينة الإنتاج الإعلامي فقلها صراحة في أي وسيلة من وسائل الإعلام وما أكثرها، وإذا كنت لا توافق على ذلك فاخرج أيضا في أي وسيلة وقل الناس دي مش بتاعتي، ما عرفهاش، تبرأ منهم علشان نعرف نتعامل معهم، لأن هم بيتمسحوا فيك. فإذا كانوا بتوعك قول بتوعي، وإذا كانوا مش بتوعك برضو من فضلك قول إنما الصمت سيد الفاضل الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، هذا الصمت ليس في مصلحتك ولا مصلحتنا ولا مصلحة هؤلاء اللي واقفين ولا مصلحة الشرطة اللي واقفة بره مش عارفة تعمل معهم حاجة. من فضلك اخرج عن صمتك في هذا الوقت وقول تبعي ولا مش تبعي. عذرا دكتور علاء شمس، الامن في مستشفى منشية البكري يبدو انه محور الامن والحياة محور يعني هام جدا. سمعنا انه في شرطة متخصصة لحماية المنشآت الطبية، حضرتك شايف انه المسألة دي هي احد افرازات ثورة 25 يناير أم أن الموضوع كان مطروح قبل كده بس ما تنفذش؟ بالنسبة لموضوع الأمن، طبعا هي المستشفيات من زمان بتتعرض لأزمات. نعم. الأزمات دي بتيجي نتيجة إيه؟ أن المريض أحيانا يخش في الاستقبال لو ما حسش أن الخدمة أدت ممكن يكسر الدنيا. ده في السابق ولا دلوقتي؟ ده في السابق. نعم. بس في أثناء الثورة زادت قوي رد الفعل بقى فظيع، على الاقل بقى مسلح. رد الفعل بقى فظيع والدكاتره بيشتغلوا تحت ضغوط يعني فظيعه. فطبعا كان المستشفيات كان فيها امين شرطه بالكتير قوي نقطه صغيره وما بيقدرش يعمل حاجه، يعني انا شخصيا بشوفهم ساعه الجد ما بلاقوهوش. فطبعا اضطر ان معالي وزير الصحه اجتمع مع معالي وزير الداخليه واتفقوا ان هنختار الاول حوالي 75 مستشفى على مستوى الجمهوريه هنحط فيها شرطة تبع وزارة الصحة. الشرطة دي بتبقى عبارة عن ضابط وجنود وأمناء شرطة. وفعلا بدأنا في اختيار المستشفيات دي كان نموذج طبعا بايلوت لحد ما نطبقها. فطبعا منها منشية البكري بدأنا يتحط فيها النقطة ديت، يتحط فيها ضابط، لأن طبعا الرد فعل بقى عنيف. يعني بتشوفوا يعني أبسط حاجة دلوقتي تكسير المستشفيات، وأبسط حاجة عند الطبيب مع احترامي طبعا وده حقه إنه يحجم على العمل. هيشتغل طبعا بالظبط كده يعني. بالظبط. فالخسران هو المواطن، ده اللي أنا عايز أقوله يعني. طبعا طبعا. فطبعا المستشفيات دي بدأنا نحط لها يعني بالاتفاق مع وفي لواء مخصوص في الوزارة لهذا الموضوع. يعني حتى لما بيكون في مشكلة كبيرة بنتصل بيه بيدعم الناس اللي موجودين، لأن أحيانا يعني ممكن تلاقي 100 واحد داخلين على المستشفى حتى اللي موجودين ما يقدروش عليهم، فبيجيب بيدعم من أقرب قسم أو من فبدأت يعني إلى حد ما الأمور يعني تبقى احسن قليلا. ولكن ده مش المطلوب، لان فعلا احيانا كتيره جدا، يعني مثلا كانت عندنا مشكله كبيره في حميات العباسيه. يعني حوالي يمكن 70 واحد هجموا مره على كانوا هيكسروها. وعلى ما اتصلنا بس الحمد لله يعني في الاخر جت القوه وقفت الموضوع. فاحنا من الاصل عاوزين القوه تبقى موجوده. ده صحيح. طبعا يعني للردع يعني طبعا عشان ما يفهمش الساده مشاهدينا الكرام انه مساله تواجد ضابط شرطه وامناء وده مش للاحتكاك بالجمهور باي شكل من الاشكال، هي الفكره انه يعني تحسبا لأي هجوم من بلطجية أو غيره، فإحنا بنحاول يعني نتلافى الموضوع قبل ما يحصل. أنا معايا ضيف كريم عبر الهاتف، دكتور أحمد صديق رئيس الإدارة المركزية بوزارة الصحة. دكتور أحمد مساء الخير. مساء الخير دكتور حسين، وتحياتي لك ولضيفك الكريم ولكل مشاهدي قناة الصحة والجميع. تحياتي ليك يا فندم. دكتور أحمد، يعني أنا عايز حضرتك يعني ننير طاقة من الضوء أمام مشاهدين الكرام، إيه هي الإنجازات الفعالة الملموسة على أرض الواقع التي قامت بها وزارة الصحة في الفترة الأخيرة، وعايزينها من فضلك تكون واضحة محددة 1 2 3 علشان الكلام يبقى بالنسبة للمشاهد مش حبر على ورق، لا ده احنا بالفعل دي إنجازات تمت على أرض الواقع. تفضل يا فندم.
الحقيقه طبعا منظومه الصحه عندما تسلمنا العمل بالوزاره كان فيها كثير من السلبيات، وعندما مررت على المستشفيات كان كثير من هذه المستشفيات لا تليق بخدمه المواطن المصري. نعم. هذه واحده. الثانيه انه كان كثير من المشروعات معطله. وتجد المستشفى يعني البنيان قائم والمواطنين يمرون عليها ليلا ونهارا ولا يعرفون سبب تأخر افتتاح هذه المشروعات. فكان من أولى إنجازات هذه الوزارة أننا يعني اقتحمنا مجال المشروعات المعطلة والمستشفيات المتوقفة منذ سنوات، مثل مستشفى عين شمس، عين شمس الجديد في منطقة عين شمس، مستشفى منشأة ناصر، دار السلام الجديدة، مستشفيات عديدة وأقسام طوارئ متعددة. كان العمل متوقف ومتعطل بها، وهذا يعني إهدار لأموال معطلة. نعم. أنها صرفت عليها أموال ولم تدخل الخدمة. هذه نعم. واحدة. الأمر الثاني أننا يعني أضلاع المنظومة الصحية ثلاث: القوى البشرية والمنشآت والتجهيزات والأدوية والمستلزمات. نعم. فبالنسبة للضلع الأول وهو الأهم وهو القوى البشرية، الأطباء وأفراد الطاقم الطبي، هذا الأمر أوليناه اهتماما خاصا. فسعينا سعيا حثيثا في المطالبة بزيادة ميزانية الصحة. نعم. والسعي الجاد في تحقيق كادر خاص للأطباء والأطقم الطبية. نعم. من تمريض ومعاونين في المنظومة الصحية. ونأمل أن يرى هذا الأمر النور قريبا إن شاء الله. نعم. عنينا أيضا بتدريب الأطباء والكوادر المعاونة في كل المجالات. الأمر الآخر الاهتمام بمعيشة وسكن الطبيب وإقامة الطبيب في المستشفى بما يليق بالطبيب، وأيضا عنينا أيضا بسكن التمريض. نعم. حتى يشعر باحترام الوزارة له وتقديرها لكل من يعمل في المنظومة الصحية. نعم. هذا بالنسبة للجانب للضلع الأول وهو القوى البشرية. نعم. وعلى رأسها الطبيب. بالنسبة للضلع الثاني وهو المنشآت والتجهيزات، فوجدنا أن التجهيزات والمنشآت كانت يعني يتم إسنادها بلا مواصفات ولا مناقصات، فأخذنا أن نهتم بعمل مناقصات ووضع مواصفات دقيقة لكل جهاز ولكل معدة نشتريها. طيب يعني كيف يعني اسمح لي دكتور احمد، بحيث يكون هناك تساوي. اسمح لي دكتور احمد، يعني انا اود من سيادتك في عجاله، يعني ما يخص المواطن البسيط كيف يشعر اللي حضرتك بتقوله؟ هي مسائل اداريه طبعا لا شك ولا ننكر اهميتها من اجل تقديم خدمه صحيه يعني راقيه للمواطن المصري، لكن احنا عايزين المنجزات الملموسه على ارض الواقع. ما تقوله سعادتك موجود على الاوراق وده جميل، ما اختلفناش، احنا عايزين اللي على ارض الواقع عشان نبشر يعني الناس. هذا هو الاساس لاصلاح المنظومه الصحيه. صحيح. الامور الهامه التي يستطيع ان يلمسها المواطن اننا عنينا اكثر العنايه باقسام الاستقبال والطوارئ، بحيث ان نقوم بتوفير كل المستلزمات والادويه التي يحتاجها المريض عندما يذهب الى قسم الطوارئ او الاستقبال. كذلك عنينا باقسام الحضانات والعنايه المركزه، وهذه تمثل عبء مادي كبير للمواطن عندما يحتاج لمثل هذه الخدمه. نعم. الأمر الآخر أننا ابتدأنا عدة برامج مهمة للمواطن، وكان على رأسها البرنامج القومي لمكافحة الالتهاب الكبدي الفيروسي. نعم. وهو من أهم المشاكل القومية في مصر. نعم. وكان هذا البرنامج القومي تحت رعاية السيد الرئيس مباشرة. نعم. حتى طيب. نستطيع أن نتخلص من هذه الأزمة الصحية التي في كثير من المواطنين وتؤدي إلى مشاكل صحية
كبيره بالنسبه للمواطن. دكتور احمد، انا طبعا بشكر حضرتك على هذه المداخله المفيده للمشاهدين، وان كنا يعني نطمع في حلقه اخرى طبعا تكون مع حضرتك على الهواء اذا سمحت لنا، عايزين نستعرض ملفات كثيره جدا ربما لا يتسع المجال في التليفون ان احنا نستعرضها، لكن يعني اسمحوا لي مشاهدي ارجع لضيفي الكريم في الاستوديو دكتور علاء شمس، وكيل مديريه الشؤون الصحيه بالقاهره. دكتور علاء، حضرتك يعني دكتور احمد اشار لنقط كثيره جدا في عجاله، منها يمكن الهيئه الطبيه المعاونه الستاف اللي بيعاون الدكاتره التمريض. طب احنا عندنا مشاكل في مستشفى البكري فيما يخص التمريض، فيما يخص يعني المعامله والرواتب و و و يعني كيف تتعامل مع باعتبار ان حضرتك طبعا استاذنا وتقول انه التمريض محور اساسي ايضا من تقديم خدمه صحيه جيده للمريض. هو طبعا في مشكله مش في منشيه البكري بس، في جمهوريه مصر العربيه بالنسبه للتمريض واطباء التخدير. في العدد ولا؟ هقول لحضرتك حاجه. في العدد وسبب ليه العدد بيقل. مشكله التمريض كانت الممرضه من لغايه يمكن من حوالي خمس ست سنين كانت بتاخد في النبطشيه 2 جنيه وربع. نظير النبطشيه؟ نظير النبطشيه. ده الرقم ده محطوط في السبعينات ولا؟ لا في التسعينات. 2 جنيه وربع. حاليا اترفعت. اسمحوا لي اقول نيابه عنكم نو كومنت. حاليا رفعناها الى من 20 الى 30 جنيه. كويس؟ طبعا 100 ضعف ده ولا؟ بس برضه مش كافيه. لان الممرضه فعلا يعني بتقوم بمجهود جبار. لو راحت اي مستشفى خاص بتاخد يعني اضعاف كثيره. اضعاف كثيره من الرقم ده. فكتير جدا بيستخيلوا بينقطوا عن العمل. طب الخلل فين يا دكتور؟ الخلل في الدوله؟ لما انا هقول لحضرتك حاجه، هو دلوقتي طب اسمح لي انا 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 سؤالي مستفز شويه. الخلل فين اللي يخلي ممرضه اتعلمت والدوله اللي علمتها في كليات حكوميه وجامعات حكوميه وتسيب حضرتك كوزاره صحه او كدوله وتروح تشتغل عند فلان اللي هو فاتح مستشفى خاص عشان بيديها اربع خمس اضعاف اللي حضرتك بتديها له؟ الخلل فين؟ ما هو الخلل ان هي ما كانتش بتاخد حقها، ولكن حاليا يا بقول لحضرتك يعني تخيل من 2 جنيه وربع بقى تاخد 20 و30، وفي منظومه ان احنا حتى في نزودهم في الاقتصادي، لان هم فعلا بالاخص اللي شغالين في العنايه المركزه، اللي شغالين في الحضانات، اللي شغالين في الاستقبال، تملي نقول لمدراء المستشفيات تحفزوهم يعني، لان فعلا بيعملوا مجهود عشان ما يسيبوش المكان. حضرتك عشت في السعوديه كدوله شقيقه يعني. عشت في السعوديه. اللي طالع من هنا بعقد رايح لمستشفى حكومي افضل مليون مره من اللي رايح لمستشفى خاص، صحيح الكلام ده؟ بالنسبة ليه الايه عندنا مقلوبه؟ ليه المستشفى الاستثماري الخاص ارقى في التعامل وارقى في النظافه وارقى في الاهتمام والرعايه الصحيه و و و من المستشفى الحكوميه اللي المفترض ان الدوله بتكفلها وترعاها؟ احنا عندنا بند في الدستور الجديد اللي توافقنا عليه انه الرعايه الصحيه دي حق لكل مواطن، والرعايه الصحيه تكون عاليه الجوده. فين عاليه الجوده في اللي احنا بنشوفه؟ ما حاليا دلوقتي بيتعمل حاجه اسمها مشروع الكادر. الكادر ده مش فلوس على فكره. الكادر ده اللي وافق عليه سياده الرئيس؟ ما انا بقول لك، بس الكادر ده الناس فاكرينه لا، ده الكادر ده منظومه صحيه كانت متكامله بما فيها الرواتب، بما فيها المعدات، بما وكادر طبعا هيبقى للكل، بما فيها كمان التعاملات الاداريه اللي احنا عندنا فيها مشاكل. خلينا نشوف مع حضرتك مشاكل الاداريه اللي في نفس مستشفى منشيه البكري في تقرير، هنرجع مع حضرتك ونتمنى ان احنا نجد حل على الهواء مباشره لهذه المشاكل الاداريه. مشاهدينا عندنا برضو تقرير على مستشفى منشيه البكري وبعض المشاكل الاداريه فيها برضو، ابقوا معنا سنعود اليكم. كلامي طول والسياسه سابقه الجرس والدنيا واخدانا، وانا والمسؤول هقول كل اللي جوايا. اخبارك ايه؟ مبسوط عندنا في المستشفى ولا زعلان؟ لا زعل شويه بالسما. الحمد لله تمام كويس. يعني جيت وعملت العملية مبسوط ولا زعلان؟ طب يهم براسك شوية طيب عشان يشوفك. اسمك ايه طيب؟ اسمي حمد عباس. على اسمي يعني؟ دكتور. ماشي يا حمد. انت منين يا حمد؟ انا من سوهاج ان شاء الله. اشمعنى جيت البكري تعمل عملية يعني؟ والله ده انا كنت رايح للدكتور محمد، ودكتور محمد قال لي ان شاء الله اعملها لك في مستشفى البكري عشان نظافة وكده يعني. الحمد لله. لان هو دكتور محمد قال لك عشان النظافة هنعملها لك. ما تدخلش المستشفى خاص. اختار هنا عن المستشفى. كويس. شهاده انا اعتز بيها بالظبط كده يعني. كان هو ممكن اعملها بره بس الدكتور محمد قال لي لو احتجت حاجه مكتبي مفتوح تحت. ماشي.
والله المستشفى احنا من ساعه ما بيجي المريض يمكن هي المشكله اللي بتواجهنا، بس ان المريض بيبقى عايز يدخل وعايزين يدخلوا المرافقين كلهم اللي معاه، ممكن يبقى جاي معاه 20 واحد، انت عارف احنا طبعنا المصريين بنحب نجامل كتير، فيبقى جاي ال 20 عايزين يدخلوا المستشفى، فيمكن قال لكم هي المشكله اللي بتواجه دي ان المريض عايز يدخل معاه، ومش المريض اللي جايين مع المريض كلهم عايزين يدخلوا المستشفى كلها، فده ما ينفعش، لازم نعمل ريستريكتد عليهم وندخل عدد معين او ندخل واحد مرافق، هو بنسمح بمرافق واحد او بالكثير قوي اثنين لو هيطمنوا عليه. ويمكن الحمد لله المريض شكر في المستشفى والحمد لله، وده مش مجامله، احنا بنقوم بواجبنا مع اي مريض سواء من اي مكان بنقوم معاه، والاخ برده من الصعيد فجاي عمل عمليه هنا ونتمنى له السلامه. التمريض ذو اهميه كبيره بالنسبه لصحه المواطن المصري، احنا بنتكلم ان التمريض في مصر يعني مهمش خالص، من اول كان قاب التمريض كحكومه كمعامله التمريض مهمش جدا. انا اقول لحضرتك على حاجه، انا ممرض، احنا هنا في الاستقبال بالنسبه حتى للاستقبال احنا من السكن، يعني انا كممرض ماليش سكن، ماليش سكن ان انا لو حبيت انا سهران بالليل، احنا مثلا طقم تمريض 6 تمريض هنشفت مع بعض، الممرض ده بينام على شيزلونج، بينام على سيزلونج عادي، يعني ملوش سكن انه السرير ينام عليه، ملوش مثلا انه اوضه يغير فيها. دي نقطه. النقطه الثانيه، انا كممرض بناخد 15% بدل عدوى، انا متعرض لفيروس سي ومتعرض لجميع الامراض، باخد 15% بدل عدوى. 15% قيمه 35 جنيه، 35 جنيه بدل عدوى، بدل عدوى من الفيروسات، بدل عدوى في الشهر 35 جنيه 15% بدل عدوى. الف سلامه يا حاج، الف سلامه. الله يخليك يا دكتور. انت دخلت عندنا المستشفى امتى؟ بقالي 4 ايام تقريبا كده. الحمد لله. الله يخليك يا رب. عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله احسن شيء. ايه رايك في الخدمه عندنا في المستشفى؟ ممتازه بخدمه تنظيف الصبح وبعد الظهر. انا بقول لك بامانه. بامانه. عندي 5 اولاد بنقبض 270 جنيه، بقالنا 20 سنه في المستشفى، ما حدش بيسال عنا خالص في المستشفى، خالص ما فيش حد بيسال عنا خالص في المستشفى، المدير ولا حد بيسال عنا حد بيدافع عنا في حاجه، فاحنا عايزين بس يعني حاجه للعيال فيما بعد، يعني 20 سنه ما فيش مستقبل خالص لنا، يعني ممكن واحد اي حد ان كان يقول لك بره. طب المطالب اللي حضرتك عايزها؟ المطالب عايزين نتثبت. انا والمسؤول هقول كل اللي جوايا، حالة حوار بيني وبين مسؤول، جولت من الماضي عنها كلامي طول، والسياسة سابقة الجرس والدنيا واخدانا، وانا والمسؤول هقول كل اللي جوايا. مشاهدينا عدنا اليكم مجددا. 35 جنيه بدل عدوى من فيروس سي ومن غيره. قبل ما ارجع لضيفي الكريم دكتور علاء شمس، خليني اخد مكالمه هاتفيه من دكتور عماد الادريسي مدير قسم باحدى المستشفيات الحكوميه. دكتور عماد مساء الخير. دكتور عماد. الو، مساء الخير دكتور عماد. السلام عليكم، ازيك؟ عليكم السلام يا فندم، ازاي حضرتك؟ ازاي سعيد اخبارك؟ يعني حضرتك كمدير قسم، يعني اذا تحت ايدك. انا مدير مناوب بمستشفى من 2 ل 8 مساء. من 2 ل 8 مساء، ده جميل جدا. انا اللي كنت حتى مع الزميل بتاعك في المرور على المستشفى. تمام. الدكتور حمدي والدكتور بهاء. تمام يا دكتور عماد. انا اسمح لي يعني اطرح لك السؤال اللي طرحه احد العمال اللي موجودين في المستشفى، لما لم يتم تثبيته حتى الان رغم مرور هذه السنوات وهذا الراتب الذي لا يكفي قوت العيش الحاف؟ انت حضرتك مدير، فين 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 تحرككم؟ اقول لك على حاجه، المشكله دي مش وليده اللحظه، ده مشكله ليها اكتر من 20 سنه، في ناس ليهم 57 سنه او 58 سنه ولسه لحد الان ما ثبتوش عماله مؤقته، دي مشكله اعتقد في كل قطاعات الدوله مش عندنا بس. فاحنا حاولنا يعني في اخر مجلس امنا كان الدكتور ميلاد مشكوره مدير مستشفى ربنا يديه الصحه، هو طلع معايا النهارده، يمكن الدكتور علي شمس انا ببث عليه وهو كان مشرفنا النهارده في المستشفى وبقول له منور الشاشه. كان اشار الدكتور ميلاد طلع معايا ربنا يديه طول العمر، في اخر مجلس امنا من حوالي اسبوعين
عرض على الدكتور هشام عطا رئيس القطاع ان هو يزود العماله المؤقته الراتب بتاعهم 15 جنيه والدكتور هشام وافق ودي في حدود الامكانيات اللي موجوده في وزاره الصحه. طيب يا دكتور عماد يا دكتور عماد انا مع حضرتك طبعا كتر خيركم ان انتم بتزودوا بس انت حضرتك عارف طبعا وانا عارف والمشاهدين عارفين انه 15 جنيه دي احنا بنتكلم في رقم يعني مش عايز اقول يعني مش هيشتري حاجه متدني جدا. احنا بنتكلم والراجل قال حقيقه يعني هذا العامل البسيط اللي موجود عند حضرتك في المستشفى واكيد احتكيت بيه في يوم من الايام بيقول ان هو بقاله سنوات كتيره جدا وما زال راتبه 170 جنيه وحضرتك عارف انه 170 جنيه دي مع الشيفت اللي بيشتغله 8 9 ساعات في اليوم حتى ما عندوش فرصه. بص حضرتك لمرتب الطبيب اساسا كام؟ فهي المنظومه كلها عايزه تتعدل واحنا نتمنى ان هو الكادر انا لا الوم حضرتك يا دكتور عماد لا احملك بالمناسبه المسؤوليه لكن انا بقول حضراتكم مسؤولين ومعي في الاستوديو يعني ضيف الكريم دكتور علاء وهطرح عليه نفس السؤال انه القصه انا مش بتهم حضرتك كمسؤول ولا دكتور علاء كمسؤول انما انا بتهم السيستم اللي حضراتكم عايشين فيه ومش عايزين تتكلموا ما هي مسؤوليتكم برضو يا جماعه ما المسؤوليه مين ومين قالك ان احنا ما بنتكلمش هو احنا لازم نتكلم في الاعلام ونقول احنا بنتكلم في مجلس الاداره بنتكلم وجود حضرتك معانا في الاعلام مهم لا تعالى حضرتك الدكتور علاء بنتكلم انت عارف انا بكلمك حاليا وانا لسه في المستشفى ما اتحركتش نعم الدكتور ميلاد معاش النهارده ولسه في المستشفى حاليا وهو يمكن قاعد جنب اهو لو هيخش مع حضرتك في المداخله نعم لسه لحد الان يعني اخر يوم النهارده ليه شغل وبرده مستمر في عمله نعم يعني شوف مدى الحب للشغل والقصه دي لو هتبص للمرتبات بتاعتنا مرتبات الافيكز يعني فالقصه بس انتوا عندكم دكتور عماد الكادر يعني السيد رئيس الجمهوريه وافق عليه منذ فتره طويله لسه ما اتطبقش على ارض الواقع لكن على الاقل عندنا الطريق منور قدام عارفين ان الكادر ده هيتيح لنا رواتب يعني شويه مقارنه بالقطاع الخاص نتمنى ده يحصل وكان عندنا برضه في مجلس هل عندك شك يا دكتور عماد؟ الشعب قال ان عضو مجلس الشورى اسف قال ان المشروع في مجلس الشورى وهيتوافق عليه فاحنا اتمنى ان هم يسرعوا بموضوع الكادر ده هيريح ناس كتيره جدا والعماله ديت المؤقته باذن الله تعالى بيسعوا لتثبيتها زي ما قالوا لنا والله المستعان يعني واحنا واحده واحده حد البلد ما تنهض يعني مش كل حاجه مش هتيجي مره واحده يعني. طيب دكتور عماد انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله لا لابد ان انا اروح بالسؤال لدكتور علاء شمس طبعا. يعني دكتور عماد يعني الرجل ليس في يده شيء يصنعه بس حضرتك مسؤول كبير عن العماله تثبيت العماله طيب طب انا هقول خبر كده ان شاء الله هيسر الموسمين كلهم ان بفضل الله وحمده في 3000 واحد في محافظه القاهره الحمد لله جبت لهم درجات تم الموافقه أيوة. وتنظيم الاداره خلص الاجراءات وحاليا في الماليه وهينزلوا في الميزانيه بس احنا طبعا جميل. علشان طب انت عندك كام انا هقول لحضرتك بس يعني احنا ليه الناس يعني تملي كانت واخده عن المديريات ان هي ما بتقولش الصدق لان كان في مشاكل في موضوع التثبيت فما كناش بنتكلم علشان ما نوعدش بحاجه مش متنفسي كمسؤول يبقى منظرنا مش كويس فطبعا يعني مش عاوز اقول لك المجهود اللي اتعمل والصعوبات اللي واجهناها علشان التثبيت العماله دي لان عندنا في ماليه وعندنا في تنظيم اداره لدرجه ان الورق كان يروح ويجي وعاوزين كشوفات اللي بيقبضوا فيها الموسمي الاستماره عشان يتاكد ان هو بالفعل موجود ان هو هو فعلا في ناس بقى لهم 10 سنين 15 سنه والحمد لله خلصوا. طب احنا عندنا كام واحد يعني ده بشرى 3000 واحد في القاهره ده 3000 عندنا كام واحد بقى عامل عماله موسميه في المستشفيات عند حضرتك؟ لا كتير انا بتكلم ما هو ال 3000 دول عماله موسميه كلهم هيتثبتوا يعني قصدي 3000 من كام هيتثبتوا؟ كلهم جميع محافظه القاهره 100% ال 3000 هيتثبتوا والحمد يعني لله حضرتك خلاص. عندك في القاهره 3000 بس عماله موسميه دي بشرى يعني وخلاص يعني المواطن الكريم اللي كان بيتكلم من شويه يعني على الهواء دلوقتي دي بشرى ليك ما اعرفش اسمك لكن دي بشرى يعني جميله ليك يعني خدناها من دكتور علاء اسبوع او اتنين هيشوفوا بس هنتخانق مع دكتور علاء اذا حصل ما انا عشان كده ما قلتهاش الا ما اتاكدت انا قلت هنجيب حضرتك مره ثانيه انا ماشي ونتخانق مره ثانيه لكن طبعا انا بشكر حضرتك على هذا يعني الجهد اللي انتوا عملتوه وهو في النهايه يعني يليق بهذا المواطن البسيط الحقيقه يعني كما أن الخدمة الصحية التي تقدم في المستشفى الخاص
اللي بيدفع فيها القادرين ماديا يتلقوا خدمة صحية جيدة، هذه الخدمة الصحية الجيدة لابد أن تقدم أيضا للمواطن البسيط بدون فلوس. أنا مش عايز أقول لحضرتك يا دكتور، دكتور علاء، في أحد الدول أنا قلتها للدكتور عبد الناصر كان معايا في مرة، في إسرائيل ليست هناك مستشفيات خاصة، كل المستشفيات بلا استثناء هي مستشفيات حكومية، وحتى ممنوع أنه ينشئ أحدهم مستشفى خاص. هذا الكيان يعني عندي ردود كتير انه عدد السكان قليل وهم عندهم ما اعرفش، طب احنا ليه ما يكونش عندنا حتى في مشروع النهضه اللي طرحه السيد الرئيس واللي على اساسه تم انتخابه حزب الحريه والعداله، ليه ما يكونش عندنا التوجه ده ان احنا بنتكلم في خدمه صحيه تقدم للمريض المصري للمواطن المصري مش في القطاع الخاص، تقدم في اللي هو دافع الضرائب بتاعتها. ما هو اللي احنا بنعمله دلوقتي واللي الكادر بيتعمل، الكادر طبعا ده بصراحه طفره خطيره حقيقي يعني، بس طبعا برضو ما نقدرش نقول غير لما يطبق عشان ما نقولش ان حضرتك تعتقد انه رفع الميزانيه 15% ده وارد في السنه الجايه؟ والله دي انا ما اتكلمش في حاجه انا يعني تعتقد مش تثق، اعتقد بس انا ما اكون حاجه قدامي اتكلم فيها. انما انا بتكلم ما هو اللي هيحقق الرفاهيه اللي حضرتك بتقول عليها دي انه 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 موازنه الوزاره بالنسبه للموازنه العامه للدوله تكون في حدود ال 15% من بالزبط. 12 الى 15%، هذا رقم كبير مش قليل. لا وعلى ارض الواقع دلوقتي يعني الاستقبال، معظم الاستقبال بقينا يعني نظبطه، الحضانات زودناها جدا، طبعا انت عندنا مشكله كبيره في سرايا العنايه المركزه في مصر بقينا نزودها، المستشفيات زي ما قلت لك ان في 3 مستشفيات هتفتحوا اللي هي عين شمس ومنشيه ناصر ودار السلام. بالمناسبه بقى مستشفى دار السلام، انا قلت لك في الاول ان في وحده زرع النخاع، كان مساعد الوزير الدكتور سعد زغلول كان طلب مني اشوف واحد ايمينانت كويس جدا عشان يمسك، ان الوحده ديت مش سهله يعني، وحده زرع النخاع دي مكلفه جدا جدا ومش سهله. فانا بصراحه اخترت، هم معدودين في مصر اللي بيعملوا، هي في معهد ناصر والشيخ زايد. فانا قابلت الاستاذ ده وهو وجه معايا المستشفى، فبعد ما جه بيقول لي وانا جاي معاك انا ما كنتش مصدق اللي انا هشوفه ده. قال لي بصراحه الوحده دي ما حصلتش في الشرق الاوسط. قلت له، قال لي والله هو طبعا عنده حاجات هندسيه، بقى يسال الاستشاري الهندسي معايا مستغرب يعني، بيقول لي في حاجه اسمه نيجاتيف بريشر موجوده في حاجه 30% في وحاجه 70% معهد ناصر او شيخ زايد، بيقول لي دي 100%، بيقول لي دي مش موجوده في الشرق الاوسط، بيقول لي الوحده دي مجهزه، اقصد يعني بدانا نعمل والحاجات دي بقى لها سنين موجوده. طيب دي انا اسمح لي اتهم حضرتك دكتور علاء، ده تقصير من وزاره الصحه ان هي لا تعلن عن هذه الانجازات، لان انا بتخيل انا كمواطن مصري قاعد في بيتنا ما بتفرجش على حد زي حضرتك بيتكلم طول الوقت، اللبانه اللي بيالوكها الناس كتير انه الوزاره مهمله وفي اهمال، لكن وجود حضرتك على منبر زي منبر الصحه وجمال علشان تعرض هذه، وده هذه على ارض الواقع ليست كلام جرايد بننشره قدام الناس وبس، ده كلام على ارض الواقع، ويعلم الله ان احنا مش مستضيفين دكتور علاء شمس علشان نبرز الانجازات، احنا كمان هنتكلم عن الانتهاكات اللي موجوده في المستشفيات، لكن خلينا ناخد بس مكالمه هاتفيه من دكتور محسن عزام رئيس هيئه التامين الصحي السابق. اتقطع الاتصال لكن سابق طبعا. لكن بس عاوز اعلق على حاجه، معلش اتفضل. انت ليه بتقول ما بقولش الانجازات دي؟ يعني انا نفسي الكاميرا تروح مستشفى دار السلام ومستشفى منشية ناصر ومستشفى عين شمس، احنا مش هنعلن عنها الا لما الجمهور يخش فيها. بس خد بال حضرتك احنا هنروح مستشفى عين شمس اللي هتفتتح وانا اوعد حضرتك ان احنا هنروح نفتتحها وهنروح افتتاح منشية ناصر ودار السلام، لكن كمان الكاميرا بتاعتنا راحت مستشفى بولاق العام. لا ده موضوع تاني، انا بتكلم على لا هكلمك ده تبعنا برضه، ما انا هكلمك على بولاق العام، بس انا بتكلم انا اقصد الانجازات يعني ليه احنا ما بنتكلمش لما تتفتح، لان عشان المواطن دلوقتي معلش ما احنا مش جايين يا دكتور نتكلم على الانجازات، احنا بنطرح قدام حضرتك كمسؤول في الوزاره يعني من التوب مانجيريا ليفل زي ما بيقولوا عفوا في المصطلح الانجليزي يعني من القيادات العليا في الوزاره. هكلمك عن بولاق حاضر. يعني قصدي ان احنا زي ما بنطرح الاشياء الجيده والمنيره، احنا مش القناه ولا احنا البرنامج اللي هدفه يقطع في الوزاره ولا هدفه يقطع في الضيف، احنا بنطرح الجوانب الايجابيه يا جماعه والجوانب السلبيه، مش عشان برضو نقول ان احنا مش بن قد ما بقول والله يا دكتور، زي ما في عندنا مشكله في العماله الموسميه ومشكله لسه هنتكلم عن مشكله التمريض ما جبناهاش. لكن العماله الموسميه الحمد لله خدنا بشره ساره ان ال 3000 هيتثبتوا. قبل ما نروح لمستشفى بولاق كلمني عن التمريض اللي عند حضرتك في مستشفى المنشيه البكري. انا هقول لحضرتك بقى مشكله التمريض فعلا، زي ما قلت لك التمريض فعلا كان يعني تقريبا ما بياخدوش حاجه حقيقي يعني، انما يعني بقول لحضرتك يعني من 2 جنيه وربع
بدات 20 و30، وبدانا نقول لمدراء المستشفيات اللي شغالين في الحضانات واللي شغالين في الرعايه المركزه واللي شغالين في لازم يميزوا عن غيرهم طبعا علشان ما يروحوش مكان تاني. ما هو الفكره دي عماله نادره كده. دي عماله نادره فعلا يعني. ما هو المشكله في كتير قوي بينقطع عن العمل. ايه يعني تخصم منه يوم او يومين ولا حاجه؟ ما هو بيروح ياخد انه بيروح مستشفى اكس هياخد 10 اضعاف. عشان كده احنا بدانا يعني ايه، ما هو بقول لحضرتك هي الكادر ده منظومه متكامله. يعني هيصلح فيها كل حاجه، مباني الوزير ولا رئيس الدوله الذي عليه ان يصلح الاثنين. يا ما هو الرصيد الرئيس بيدي تعليماته والوزير بينفذ. فالوزير هو. طب السيد الرئيس اعطى تعليماته اكيد لكل الوزراء اللي تعينوا في الوزاره الجديده، يعني اصلحوا من حال الصحه. دكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحه يعني عليه ان يصلح اولا مساله الكادر. انا مع حضرتك انه خلاص السيد الرئيس وافق عليه ولسه واجراته ماشيه، وكمان عندنا رفع موازنه الصحه الى 15%، مساله مش بالسهل. احنا عندنا لسه قروض عايزين ناخدها من صندوق البنك. انا مع حضرتك، لكن على الاقل حطوا لنا خريطه طريق. انا كمواطن عايز اقعد في البيت استمع الى حضرتك او احد مسؤولي وزاره الصحه بيقول والله احنا هنرجع الاطباء والتمريض لحضن الوزاره. نفسي اسمع الجمله دي، نفسي اسمع جمله ان الطبيب اللي بيسيب حضرتك عشان يروح لمستشفى اكس والتمريض اللي بيسيب حضرتك عشان يروح لمستشفى واي رجعهم تاني الوزاره. ابشرك ان شاء الله من 1/7 عند تطبيق الكادر. صدقني الكلام ده، اصل انا مش عاوز اقول ارقام الا لما يعني انا عارف الارقام اللي محطوطه. بشرنا. طب يا دكتور لا، ما انا ما اقدرش، لان اصل لازم دي هتعرض لسه. يعني هي الحمد لله خلصت من وزاره الصحه وفي الماليه وعند راحت حاليا مجلس الشورى. بس انا ما اقدرش اتكلم في حاجه لسه ما انتهتش. طيب ناخد دكتور، هي ما شاء الله يعني الكادر فعلا هيفرق جدا، بس ما اقدرش اقول الا لما زي 3000 دول. ناخد راي دكتور محسن عزام رئيس هيئه التامين الصحي السابق. دكتور محسن مساء الخير. اهلا وسهلا. دكتور محسن، حضرتك توليت هذا المنصب الرفيع الحقيقه في وزاره الصحه واصبحت رئيسا سابقا لهيئه التامين الصحي، كيف تراها وانت الان يعني تنظر اليها من الشرفه؟ ماذا ارى؟ تقصد ارى ايه؟ التامين الصحي تحديدا في مصر وانت تنظر اليه بعد ان تركته. التامين الصحي في مصر الحقيقه أنا يعني عايز أنظر نظرة حيادية. نعم. ومش هنسى إن أنا عانيت فيه قد إيه واشتغلت فيه قد إيه وحاولنا نعمل معاه كتير قوي. نعم. هو بكل ما فيه من سلبيات إلا إنه لازال هو بيقدم خدمة إلى حد ما بالمقارنة بإمكانياته الحالية بالقواعد والنظم والموارد التي تم تقريرها في سنة 64 حتى الآن ماشيين بها، هو بيأدي خدمة، لكن هو محتاج كتير. نعم. التأمين الصحي في مصر محتاج كتير جدا، لأنه عشان يواكب هذا العصر اللي احنا عايشين فيه، بحيث إن خدمته تمتد بمستوى جودة عالي إلى كل أرجاء القطر المصري وتغطي المظلة كل المصريين، بحيث إن يبقى كل واحد مصري عنده الحق في ان هو يتعالج من خلال التامين الصحي خدمه جيده سهل انه يحصل عليها قريبه من المكان اللي هو عايش فيه وباسلوب فيه نوع من التنظيم الادميه والجوده العاليه. طيب دكتور محسن، انا ليا سؤال يعني استخلصه مما قلته سيادتكم، لماذا لا يغطي حتى هذه اللحظة؟ لماذا لا تغطي يعني مظلة التأمين الصحي جميع المصريين من أول المولود لسه النهاردة لحد العجوز اللي يعني؟ ما أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، هو إحنا لما نرجع نبص على النظام الحالي هتلاقي إنه في 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 قانون اسمه قانون 32 وقانون 79 وقانون للطلبة ونظام للمعاشات ونظام للمواليد، كل دي حاجات كلها متفرقة، كل حاجة ليها نظام وكل حاجة ليها قواعد، ومنها ما هو يعني ما يحمل سلبيات كثيره جدا في هيكل التمويل، ومنها ما هو يعني الى حد ما هو يعني نقدر نقوله ان هو ماشي، لكن كلها قوانين. لكن في الاخر هي ما بتغطيش 100%، لان انا قانون التامين الصحي عشان انفذه او التامين الصحي عشان انفذه لازم يبقى في نظام من خلال قانون. نعم. ما فيش قانون حتى الان بيقول نغطي 100% من الشعب. طب هي 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 مساله قوانين يا دكتور محسن ولا مساله ميزانيه؟ لا، هو التامين الصحي هي هيئه او هو نظام لازم يعني يصدر به قانون، او انت ما تقدرش تنفذ حاجه على اي مواطن من خلال قانون. نعم. لان ده تامين صحي اجتماعي تكافلي.
من المنوط بيه وضع القانون. دكتور محسن اسمحني اسمحني انا بس عايز يعني اخد من حضرتك يعني قدر ما استطيع في ضيق الوقت، لكن مين المنوط بيه صناعه القانون او وضع هذا القانون؟ هو حاليا لم يكن وزاره الصحه حاليا بيجري، هو في لجنه عليا موجوده او لجنه قوميه بتراجع قانون جديد للتامين الصحي. اهدافه الرئيسيه هو تحقيق تامين صحي اجتماعي شامل تكافلي بيغطي 100% من المصريين. وطبعا كما تعلم التامين الصحي بيقتضي اشتراك الغير قادر فيه الدوله هتتكفل به بالكامل. بحيث ان انا في النهايه اقدر يبقى عندي نظام بيغطي المصريين كلهم وبيقدم خدمه جيده ومتاحه لكل الناس. نحن نتمنى دكتور محسن نتمنى ان تشمل مظله التامين الصحي جميع المصريين، وهذا يعني عرف سائد في بلدان العالم كافه. يمكن يعني دكتور علاء يقول لنا ده، لو انا بشكر حضرتك دكتور محسن على هذه المداخله، لكن مساله التامين الصحي دكتور علاء هي طبعا مساله يعني محتاج لها حلقات نتكلم فيها. اعتقادي الشخصي انه مساله بديهيه في اي دوله من دول العالم ان يغطي التامين مظلته تغطي جميع المواطني، طالما انه معاه بطاقه بتقول ان هو مواطن مصري فلا بد ان يغطيه التامين الصحي. انا مع حضرتك ان قصه ربما تكون لها علاقه بالموارد الماليه. طبعا. لكن عندكم في القاهره موارد ماليه قليله عشان كده مش لاقيين مكان للتمريض. لا 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 لا، التامين الصحي ده موضوع تاني خالص. لا انا خرجت عن التامين الصحي. لا التامين الصحي يعني شوف الدكتور محسن هو الراجل ساب التامين الصحي وفعلا، بس الواحد ما بيحبش يقول حاجه لما تعمل في لجنه حاليا دلوقتي موجوده برئاسه الاستاذ الدكتور ابراهيم مصطفى مساعد الوزير للتامين الصحي والاستاذ الدكتور عبد الحميد اباظه، وفعلا عاوزين يطبقوا التامين على كل الناس زي ما بتقول، بس يعني لسه ما يعني اجراءات يعني مش سهله يعني. فان شاء الله نامل ان هو يطبق في اقرب فرصه ان شاء الله، ولكن طبعا محتاج موارد كتيره ان شاء الله. طيب خلينا برضو اتكلم عن مساله التمريض. يعني انا طبعا اتفق مع حضرتك ان مساله التمريض دي مش بس في منشيه البكري. لا لا، يعني انا عربية. كانت معانا ذات حلقه السيده الدكتوره نقيبه التمريض، نقيبه ولا الدكتوره كوثر؟ دكتوره كوثر محمود. هذه كوثر دي رئيس الاداره المركزيه للتمريض. عفوا. واسهبنا في الحديث عن التمريض وثبت قدام الناس انه مساله التمريض دي مساله برضو دي يعني مساله ضخمه جدا لابد ان تتحل من جذورها. عندكم توجه في الوزاره في القاهره تحديدا، عشان ما تقوليش الوزاره مش بتاعتي، في القاهره في توجه لحل ازمه التمريض عشان نرجعهم تاني لحضن الوزاره؟ ما انا بقول لحضرتك التوجه ان احنا نحاول نريحهم ماديا، يعني هم فعلا محتاجين كده يعني حقيقي. بدليل قلت لك ان النبطشات كانت من 2 جنيه وربع 20 ل 30 جنيه، طبعا لسه برضو بس انا اقصد يعني من 2 وربع ل 20 و30 في تحسن. ده توجه دوله وتوجه وزاره؟ لا الوزاره. طيب لو قلت لك حضرتك ان انا عندي، اذا كان الممرض حضرتك بتقول بياخد 35 الى 40 جنيه في النبطشيه، لا سوري بدل عدوى، عفوا 1500 جنيه لوكيل النيابه بدل عدوى. طب بس هقول بس إيه؟ لا هقول بقى حاجه بقى. اولا التمريض في خلال السنه دي والسنه اللي فاتت المرتب زاد، خدوا حوافز 225% اللي هو من اصل كام؟ ايه؟ معلش ما هو ده الكادر بقى اللي هيعالج الكلام ده. ما هو الكادر هيغير الكلام ده. اصل دكتور علاء انا لو سمعت 225% دي ممكن يجي لي صدمه عصبيه، هقول ده انا عايز اروح اشتغل ممرض دلوقتي، اسيب الاذاعه والتلفزيون واشتغل. بس هو يبدو المرتب كام؟ احنا خلينا نقول بالارقام. 225% بلس مرتبه الاساسي يطلع كام في النهايه، ويعيش ولا ما يعيشوش؟ لا ما هو طبعا انا بقول لك ان هو في تقدم. ده انا عاوز اقول ان في تقدم، انما واقفه فين؟ يعني الكلكعه الرئيسيه واقفه فين؟ عند وزاره الماليه ولا عند رئيس الوزراء ولا عند السيد رئيس الجمهوريه؟ ان ناديهم والله ما عنديش مشكله اتكلم مع السيد رئيس بين وزاره الصحه ووزاره الماليه. طب يا سيدي وزير الصحه، سيدي وزير الماليه، من فضلكم والله الناس دي مش جايه من بيتها تهرج، دي جايه تشتغل. وبتشتغل لايه؟ لمعيار مهم جدا 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 في حياه البني ادم المصري وهي صحته. يعني انا ممكن اصدق حضرتك ما تهتمش بقطاع معرفش ايه، مش عايز اقول اسماء قطاعات يعني، لكن في قطاعات سبسيدري يعني لو ما اهتمناش بيها النهارده مش هتبقى قاتله التنميه، انما ده صحه البني ادم. ما انت لو ما اهتمتش وزير الماليه، لو صدرت مخي وما اديتش الفلوس لوزير الصحه، وزير الصحه مش هيصرف على التمريض، مش هيصرف على اطباء والكادر وغيره، وسنظل في النازل في النازل في النازل. صحه المواطن في النهايه هو الخسران. اشوف المشاكل الصحيه واللي في بولاق عشان خاطري. عشان خاطري مستشفى بولاق العام ومشاكلها. الصور من فضلكم يعني زميلي المعد استاذ احمد رمضان، يعني حاول من فضلك تشيل الصور الشديده. انا بس مش عايز اخوف الساده المشاهدين، ان احنا عندنا مجموعه صور الحقيقه في مستشفى بولاق العام، يعني انا بشوفها صور صعبه جدا ان هي تعرض على الشاشه لمستشفى هي حاجه ثانيه غير مستشفى. خلينا نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم مره ثانيه.
حلبة حوار بيني وبين مسؤول جولت من الماضي عنها كلامي طول والسياسة سبق الجرس والدنيا واخدانا وانا والمسؤول هقول كل اللي جوايا. مستشفى بولاق العام. عفوا، الثورة لم تمر من هنا. أحد أكثر نماذج الإهمال الإداري في مديرية الصحة بالجيزة. فالمستشفى التي وإن شئنا نقول إنها مركز لتصدير الأمراض لا معالجتها، مستشفى لا تدل غير على أن الصحة ليست تاجا فوق رؤوس أحد. تلك المنحة والهبة التي وهبها المولى عز وجل لنا وسيسألنا جميعا عنها، والسؤال هنا: من المسؤول عن ذلك الإهمال الذي يملأ صرح من المفروض أنه يعالج عددا لا بأس به من المواطنين؟ فمستشفى بولاق العام تحول إلى مخزن لا يصلح لتخزين المنتجات الغذائية، معاناة من القمامة التي تملأ المكان، زحام الغرفة الواحدة يكفي لجعل مريض يفارق الحياة من الاختناق، وأخرى لا يوجد بها غير سرير واحد فقط إن كنا نعتبره وإياه. فأماكن الأدوية مهملة، القمامة في كل مكان، الحيوانات تحرس المرضى ولما لا وهي ترافقهم غرفهم، النظافة غائبة، العمر الافتراضي للمعدات انتهى من قديم الأزل، بنية تحتية لا تصلح لعلاج أناس، درجة أخيرة في مجتمع لا يملك مواجهة الحقائق. المشهد لا يمكن وصفه، فالآخرون يتحدثون عن الغرب والتقدم في المجالات المختلفة، ونحن نتحدث عن حق الحياة نفسها، حق لا يمكن اغتزاله في مجرد غرفة رعاية لمريض يصارع الموت من أجل هدف لا يعرف عنه الكثيرين. وفي النهاية يبقى السؤال هو شغلنا الشاغل: من المسؤول ولو جزء ضئيل من المسؤولية عن تلك المشاهد؟ وفي كل الأحوال يبقى أملنا في الله لا غيره، والدعوة إلى من بيده الأمر للنظر بعين الرحمة إلى أهالي تلك المنطقة المزدحمة بالسكان، البسطاء الذين لا يستطيعون غير الدعاء لبارئهم بالرحمة من تلك الأمراض والبلاء الذي هم فيه، ولا ينتظرون غير رحمته. أنا والمسؤول هقول كل اللي جواي، حلبة حوار بيني وبين مسؤول جولت من الماضي عنها كلامي طول، والسياسة سبق الجرس والدنيا واخدانا، وانا والمسؤول هقول كل اللي جواي. مشاهدينا، عدنا إليكم مجددا. وعدنا الدكتور هشام علاء شمس عفوا بمستشفى عين شمس 300 سرير، ومستشفى منشية ناصر 150 سرير، ودار السلام الجديدة، لكنه يجب أن يتوقف قدام المستشفى اللي شفناه. ماذا تقول؟ مشكلة مستشفى بولاق دكرور، بولاق أبو العلا، أبو العلا، المستشفى حصل فيها ارتشاح مية. أولا، هو حضرتك متفق معي أن دي مش مستشفى؟ مش مستشفى، مش بس يعني ما نضحكش على الناس. انا هقول لك بس الخطوات اللي عملناها. في حصل المياه في وحده الكلى، وفي تشققات، وحصل في قرارات ازاله. هي عمرها قد ايه؟ قديمه؟ القديمه، ما هي فيها مشكله ان المبنى الخارجي من المباني الاثريه. يعني لازم نحافظ على المبنى، على الشكل الخارجي، على الطراز الخارجي. فلو هنعمل حاجه نعمل في الداخلي بس. يعني اما نزلها من الاخر. ما هو الازاله ما ينفعش نزيل تراس. لا، ما هو تراس يخدم فيه المواطن بالشكل ده. لا نزيله. لا لو يعني الهرم هنزيله. لا يعني ننقله مكان تاني. ما انا هقول لك، انا مشكله جامده. احتفظوا بيها كاثر وخلوا وزاره الاثار تاخدها، مش عايزينها بس نعالج الناس. يعني عندنا مشكله كبيره بقى بصراحه، واقولها لك، ويمكن بعض المرضى يعرفوا الكلام اللي بيقولوا ده، اللي هم جولي في المديريه. فشل الكلوي. دي كانت مشكله رهيبه عندنا في مستشفى بولاق. ليه؟ لان المرضى دولت، انت عارف مريض اللي عنده فشل كلوي ده بيغسل 3 مرات في الاسبوع. اسبوع ده بيحتاج حد يوديه وحد يجيبه. كويس. لما حصلت الميه وجات الجهات الهندسيه والحي، قالوا يجب الازاله. طب الناس دول هنعمل فيهم ايه؟ ده الناس دول جنب المستشفى. فاضطرينا
ان احنا ننقلهم مستشفيات اخرى زي شبرا، واخد حاجة طبعا عشان تنقل المريض يروح يغسل ثلاث مرات من مستشفى هو معوش تمن التاكسي اللي هتكلم. ما انا هقول لحضرتك يعني. فبس كان ده كان حل ان ما تسيبش العين كده، ما هو لازم يغسله وما ينفعش لان في قرار ازاله. طبعا يعني احنا عمالين نفكر عاوزين نحل المشكله دي ازاي. ف سبحان الله يمكن حوالي 10 15 عيان جولي المديريه. اليوم اللي جولي فيه ده كان احد الخيارين عارف المشكله من اهل المنطقه، فعرض علينا ان هو هيجيب اتوبيس قد كان يجي في ميعاد الغسيل ياخدهم من مستشفى بولاء يوديهم مستشفى شبرا يغسلوا ويرجعهم تاني. انت مش متخيل دي حلت مشكله يعني. يعني طبعا العينين دولت ما لهمش ذنب يعني دي مسؤول. هل يعني ده كان صعب على الوزاره تقوم بالاتوبيس ده؟ هو طبعا الرجل اللي عمل كده نشكره جدا واجره عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن يبدو ان الحل كان سهل يا دكتور علاء. ما هو احنا بقول لحضرتك اول ما حصل ده باص يعني من بساط الديوان دي احنا كنا نعملها فوجئنا يعني. فحضرتك زي لان طبعا يعني مسؤوله الكلى جت قالت لي الناس فعلا صعب ان هم يروحوا من بولاق لان معظمهم ساكنين فيه. فاحنا لسه تحرك المريض نفسه صعب. فاحنا لسه بنفكر بقول لك التوقيت سبحان الله، لان واحد جاي عاوز برع وفعلا الحمد لله بقى بيتنقلوا باوتوبيسات. طبعا برضو هم يعني ما زالوا متضررين يعني. طيب انا عايز اوصل يعني الوقت بس بيدهمنا يا دكتور علاء، حل مشكله دي ايه؟ يعني هل فعلا نفضل نتخانق مع الاثار ان ده اثر ومش هنشيل وازاله ومش هنزيل ومش عارفين نصلح من جوه، لان واضح ان دي ما تتصلحش من جوه. لا هو الحل حلها ايه؟ حلها تعمل مستشفى ثانيه في مكان قريب منها، ده الحل. اصلا ما انت حضرتك عارف ان القاهره ما فيهاش سنتي فاضي. طيب ما اصل ما فيش حل اصل يعني طب ما نتفاوض مع وزاره الاثار انه بناقص الاثر ده، هو اثر قديم يعني بناقص الاثر ده بناقص الاثر ده لصحه المواطن ولا الاثر. انا بتخيل انه لو تعارض مع ابو الهول صحه المواطن لا هنشيل ابو الهول يعني. يعني انا اسمح لي اتكلم بصفتي مواطن مصري وحضرتك انا احدث مسؤول في وزاره الصحه. يجب ان تكون لجنه من وزاره الصحه تتفاوض مع لجنه من وزاره الاثار باي شكل من الاشكال. يا اما وزاره الاثار توفر لكم مكان بديل هي اللي توفره، يا اما يعني اتصرفوا باي شكل من الاشكال، انما وجود هذه المسماة طبعاً مستشفى على ارض الواقع ده التقرير ده يا دكتور علاء لو عرض على جهات خارجيه ربما انت عارف حضرتك تصنيف المصري الصحي بتاعنا وصل لمرتبه تقريبا 66 او حاجه يعني احنا عمالين ننزل. تصنيفنا الائتماني بينزل وتصنيفنا الصحي صح بينزل صح صح. هذا التقرير لو عرض على الجهات المنوط بيها وضع التصنيفات الصحيه في العالم اعتقد هيودونا ورا الشمس. فيعني لا يعقل ولا يجدر بوزاره الصحه ان يكون فيها الناس النيرين اللي بيفكروا امثال حضرتك ويزال تحت ادارتك مستشفى زي دي. لا ما دي طبعا مشكله كبيره عندنا ومش عاوز اقول لك يعني ايه الاجراءات اللي عاملين نعملها. لازم نشوف حل لان فعلا الناس مظلومين. الناس اللي بيروح المستشفى بولاء انا بقول لك اهو مظلومين مظلومين مظلومين. انما ان شاء الله مشاهدينا اللي بيروحوا مستشفى بولاء يعني نوعد حضراتكم من خلال الدكتور علاء شمس وزملائه من القائمين على وزاره الصحه حتى سياده الوزير ان شاء الله نستضيفه قريبا معانا. لابد ان شاء الله مش هتعدي السنه دي باذن الله ان شاء الله الا لما يكون في حل جذري للمواطنين ايضا يخدم ان هم المستشفى قريبه منهم وكمان نراعي ادميه المرضى المصريين الذين يترددون على هذه المستشفى. دكتور علاء شمس مدير وكيل مديريه الشؤون الصحيه بالقاهره اشكر حضرتك على هذا الوقت يعني اقتطعت لنا وقتا ثمينا من وقتك عارفين اداريات كثيره جدا كان الله في عونك. مشاهدينا سعدنا بكم نلتقي بكم إن شاء الله يوم الثلاثاء مع مشاكل صحية جديدة ومسؤول جديد انتظرونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا والمسؤول هقول كل اللي جواي حالة حوار بيني وبين مسؤول جولت من الماضي عنها كلامي طول والسياسة سبق الجرس والدنيا واخدانا وانا والمسؤول هقول كل اللي جواي انا والمسؤول هقول كل اللي جواي حلبة حوار بيني وبين